معي من دبي دكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات. أهلا بك معنا دكتور عبد الخالق. الدور الإماراتي طبعا يشيد به الجميع على كافة الصعد، يعني إن كان على الجانب الداخلي العسكري لاستعادة الشرعية أم الإنساني. كيف ممكن أن نعنون أبرز ما قامت به الإمارات؟ يعني الإمارات أولا جنبا إلى جنب مع السعودية أكبر طرفين داعمين للشرعية واستعادة الشرعية في اليمن، وأكبر طرفين عملا خلال 3 سنوات لهزيمة المشروع الحوثي. وكل من يقول غير ذلك أما أنه جاهل أو أنه حاقد. الإمارات دفعت الغالي والثمين والغالي والنفيس من أجل تحرير 80% من الأراضي اليمنية، ثم أنه لا توجد دولة في العالم أكثر من الإمارات والسعودية قدمت الخدمات الإنسانية والمعونات الاجتماعية خلال 3 سنوات، وقبل ذلك خلال 30 أو 40 سنة. ولن توجد في الدنيا ربما دولة ستقدم من المساعدات لاستعادة اليمن أمنه واستقراره أكثر من الإمارات والسعودية عندما تنتهي هذه الحرب. واستشهد العديد من الجنود أيضا هناك. طبعا لنا يعني الدم اليمني والدم السعودي والدم الإماراتي التحم على أرض اليمن، فكل ذلك يعني لا نريد أن نقوله ولا نريد أن نكرره لأنه أصبح معروفا ليس لدى الخارج اليمني وإنما لدى الداخل اليمني. الشعب اليمني يقدر ذلك، أما جماعات بائسة ويائسة تتبلى على الإمارات وتتهم الإمارات باتهامات يعني غير صحيحة في قطر وفي اليمن، فهذه الأصوات كما نعرف لا تأتي إلا من جماعة الآن أصبحت مخترقة للحكومة الشرعية في اليمن وتطلق كل هذه الاتهامات الزائفة. نعم. طيب دكتور عبد الخالق، ما الذي يمكن أن تستفيده هذه الجماعات، جماعة الإخوان، من هكذا حديث؟ خاصة مثل ما ذكرت، يعني الشعب، القيادات، الكل يعي تماما ماذا تفعل الإمارات في اليمن وكيف تساعد. يعني شوف الإمارات بقدر ما أنها يعني مع السعودية تواجه المشروع الحوثي الانقلابي وتدعم الشرعية، هناك أطراف مع الأسف الشديد تمكنت من اختراق الحكومة الشرعية التي تدعمها الإمارات وأصبحت قيادات سياسية وعسكرية قريبة جدا من الرئيس هادي وحكومته، وهذه تود أن تجرجر الإمارات إلى صراعات ومناكفات جانبية بما في ذلك هذا الاتهام للإمارات في سقطرى. فالذي جرى في سقطرى حقيقة مؤخرا أن هناك قيادات سياسية وعسكرية يمنية حاولت أنها ترسل جنود إلى سقطرى لكي يحتلوا سقطرى كما ويعيد بذلك سيناريو الصومال نكاية بالإمارات، والإمارات عندما علمت بهذه المعلومة ذهبت وأفشلت هذا المشروع دفاعا عن الشرعية اليمنية ودفاعا عن الشعب اليمني في سقطرى، وإلا كان حال سقطرى اليوم التي تتمتع بالأمن والاستقرار ربما كان حالها حال الكثير من المناطق اليمنية بتكون متعثرة ولم يستقر أمرها. فالإمارات حقيقة فيها هذا الجهد المخلص لليمن، ومثل ما قلت من يقول كذلك يبدو أنه جاهل ولا يعرف معنى الوجود الإماراتي على الأرض اليمنية. أنا أشكرك من دبي دكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات.